أسباب الإجهاض عموما كأسباب زي ما قلنا برضو في تأخر الحمل نفس الأسباب ممكن تكون هي الأسباب اللي هي، بس احنا عايزين نفهم الناس حاجة، يعني هي السن طبعا والتزية. السن كل دي عوامل مؤثرة، بس أسباب متكررة يعني يمكن في حاجة بسيطة جدا 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 زي الالتهابات المهبلية الفطرية لونها أبيض وساعات بتصفر، دي ممكن تكون سبب للإجهاض. تمام، ممكن يكون سبب إن البذرة لما بتيجي تزرع اللي هي البويضة المخصبة لما بتيجي تزرع في جزء معين بطانة الرحم ما تمسكش كويس، ممكن بطانة الرحم نفسها تكون مش بالدرجة الكافية الهرمونات مقوياها إنها تقدر تثبت، عشان كده احنا بندي هرمونات بالزيادة يعني ندي بروجسترون عن طريق لبوس أو عن طريق حقن أو عن طريق كده بنتخم بطانة الرحم شوية عشان تقدر الزرعة تثبت فيها اللي هي البيبي اللي اتزرع ده. اول سبب واشهر سبب الاسباب الجينيه، وده الاجهاض المتكرر بنشوفه عاده في جواز القرايب، كل واحد واخد بنت عمه وبنت خاله وابن خالتها، يعني الوراثه عامل الوراثه نمره واحد في البتاع. تاني عامل اللي هي الاسباب الهرمونيه اللي هي الكوربوس ليتيم اللي بيطلع منه البويضه اللي بيطلع الهرمون البروجسترون بيقوي الزرعه بتاعتنا في بطانه الرحم. تمام، ده تاني سبب اشهر سبب. الالتهابات المهبليه زي ما قلنا ليها علاقه، في حاجه تانيه بتحصل يمكن بعض الستات بتخاف منها وبتقلق منها وبتقول انا عندي مشكله وبتفهم ده، اللي هي يحصل حمل في كيس فاضي. ده بيبقى اسبابه ايه؟ بيبقى اسبابه ان الحيوان المنوي خصب البويضه في اخر ساعه من عمر البويضه او اخر ساعتين من عمر البويضه، يعني البويضه بتعيش 72 ساعه 48 ل 72 ساعه، الحيوانات المنويه بتروح تصطاد هي بالظبط زي العصفوره طايره بنشن عليها. تمام، لو ما نشلنا في الوقت الغلط فبتيجي في دلها، فبتيجي في اخر ساعه او ساعتين من عمر البويضه بتتخصب وتنزل تتزرع وتعمل بيبي، بس بدل ما بتعمل جزئين البويضه المخصبه دي لما بتزرع في طنط الرحم بتعمل جزئين، جزء بيعمل مشيمه واخشيه وميه، جزء تاني بيعمل الجنين. تمام، الخلايا بتنقسم الى قسمين، جزء كده وجزء كده. الجزء اللي بيعمل المشيمه والاخشيه والميه ده بيتكون وبيتزرع وبيثبت، الجزء التاني اللي بيعمل بيبي الخلايا ما بتنموش، وده مش معنى كده ان انت مش هتحمليه تاني، مش لا بيحصل على طول حمل بعديها، قد تحتاج الى تنظيف بعديها كحت يعني كحت طنط الرحم عشان ننزل الكيس ده وننظفه. الشهر اللي بعده ممكن تحمل على فكره.